بعد اعتقال نقابيين وفرض قيود على شبكة الإنترنت بصنعاء، هل تنجح ميليشيا الحوثي في عزل اليمنيين عن العالم؟ أم سينجح الإضراب في مواجهة الميليشيا؟ ما أهمية الحدث كأول إضراب يحدث في ظل نظام قمعي؟ أهلا بكم. الإنترنت باعتباره إحدى أدوات المعرفة، هو أيضا إحدى أدوات الحرب وسلاح يمكن تسخيره، ولهذا تسعى ميليشيا الحوثي من خلال السيطرة على الإنترنت لتشكيل تهديد استخباراتي وخنق المجتمع وعزلهم عن العالم يوما بعد آخر. هذا ما كشفته خبايا وزير الاتصال الحوثي، وما يحدث اليوم من إضراب من قبل ملاك شبكات الإنترنت المحلية في صنعاء كان احتجاجا على الإجراءات التعسفية الحوثية بحقهم التي شملت فرض رسوم عالية على باقات الإنترنت، عقبها حملة لمصادرة كافة الأجهزة اللاقطة الخاصة بشبكات الإنترنت المحلية في صنعاء، واختطاف رئيس النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت وأمينها العام المهندس أحمد العليمي ونائب رئيس النقابة علي البدوي. ما هي لغة الاحتجاج على رفع أسعار الإنترنت والتضييق على ملاك شبكات الإنترنت؟ وما هي دلالة الإضراب في وجه الميليشيا؟ وهل ستخلق وعياً مقاوماً أم سيتم قهرها وكسرها؟ ما خطورة بقاء الصوت الواحد والقضاء الواحد والنقمة الواحدة والقناة الواحدة التي تعبر عن أفكاري ومفاهيم الحوثي؟ إذا ظهر الفيديو هذا أو خرج فاعرفوا ان احنا محبوسين، ان احنا ما عاد خرجناش، لانه الفيديو هذا ما ينزل الا في حالة ما عاد خرجناش. اذا ما خرجناش تمر الاضراب. رئيس نقابة شبكات الانترنت والامين العام سجل هذا الفيديو وهما في طريقهما الى جهاز المخابرات التابع لميليشيا الحوثي بصنعاء، متوقعين ان يعتقلا، وهو الامر الذي تم فعلا بعد ان دعوى اعضاء نقابة شبكات الانترنت الى مواصلة الاضراب. قلنا لهم الاضراب ما بنقدرش نوقف، بس معاكم 4 ايام، كان عاد يوم الخميس، قلنا لهم معاكم 4 ايام من الان، شوفوا ايش هتعملوا لنا من حل واحنا نوقف، اما نوقف من غير اي حل ماشي. ميليشيا الحوثي كانت قد اتخذت حزمه من الاجراءات تهدف الى التضييق على مستخدم الانترنت من خلال منع موزعي الشبكات المحدوده في الحارات والمحلات التجاريه ومصادره اجهزه البث المستخدمه في هذه الشبكات ورفع تكلفة الاشتراك بنسبة 130%. مسؤولا النقابة قال قبل اعتقالهما إن محمد الحوثي اجتمع بهما بحضور وزير الاتصالات في حكومة الميليشيا، واتفقوا على مجموعة من الخطوات من ضمنها تنظيم عمل أصحاب الشبكات المحلية وإلغاء قرار رفع تسعيرات باقات الإنترنت وإعادة التسعيرات القديمة. مراقبون يرون أن ميليشيا الحوثي تهدف بهذه الإجراءات إلى إحكام عزل اليمنيين عن العالم، كونه لم يعد هناك ما هو خارج سيطرتهم غير فضاء الإنترنت بعد أن قضوا على الصحافة ووسائل الإعلام باستثناء ما يتبعهم. إضراب مستخدمي شبكات الإنترنت أتى ثماره في مناخ كهنوتي تفرضه ميليشيا الحوثي على المواطنين منذ انقلابها على السلطة في العام 2014، غير أن هذا الإضراب نجح في كسر حالة الجبروت وأجبر الحوثيين على التعاطي مع ما تبقى من حقوق المواطنين المنتهكة. تسيطر ميليشيا الحوثي على المجال العام بشكل شمولي كامل، وتعتمد على سياسات الترهيب وبث الرعب لإسكات كل من يحاول المطالبة بحق أو رفض أي ظلم، ويبقى الغضب الشعبي محتقناً خلف صبر المواطنين. لكن إلى متى سيستمر هذا الصبر؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب الصحفي فهد سلطان، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فهد. مساء الخير والعافية عليك وعلى المشاهد الكرام. أستاذ فهد، إذا إضراب أصحاب شبكات الإنترنت بصنعاء، ما الذي يمكن أن يخلفه في بلد تحكمه ميليشيا قمعية؟ الإضراب هو حق، هم يمارسون حق طبيعي، وتعرضوا لظلم، ويعني هم الان على وشك الافلاس. جميع يعني ميليشيا الحوثي، لو قربنا الصوره الذي يحصل ان الصحون هذه اللاقطه لم تعد موجوده الا في قليل من الدول
اليوم الدول الانترنت فيها مشاع ومتوفر، وتحرص الدول اليوم على أن تنزل يعني أعلى مستويات من الانترنت، إلا في اليمن يتم التضييق عليه بشكل كبير من ضمن المخاوف التي ذكرتها وذكرها في التقرير. في هذه النقطة ميليشيا الحوثي أو جماعة الحوثي بالتحديد في الفترة الماضية يعني انتهجت طرق جديدة، على سبيل المثال يعني استنساخ لتجارب ولأساليب في محاولة يعني لتمكين نفسها في المناطق التي تسيطر عليها. فعلى سبيل المثال مثلا الانترنت هي نفس الطريقة التي تسير عليها يعني في إيران، من خلال التضييق على وسائل التواصل الاجتماعي، محاصرتها، جعلها تحت الرقابة الشديدة. هذه الصحون اللاقطة التي عبر الفضاء، وهي طبعا مكلفة وأسعارها مرتفعة جدا، لكنها خارج رقابة الحوثيين، وهي تحاول أن يبقى النت هي تحت سيطرتها. يعني تبقى هي تريد شيئين، أن يبقى النت أولا تحت سيطرتها، والأمر الثاني بحيث تستطيع التجسس على المواقع والتجسس على الإنترنت وإضعافه، والنقطة الثانية أن تبقى هي المتحكم، وبنفس الوقت يعني أن تبقى هي المتحكم على الإنترنت المزود الوحيد، وبنفس الوقت تفرض عليه الرقابة. هذه يعني في مسألة في موضوع الإنترنت، وهو الذي جعل هذه النقابة تتشكل بشكل سريع، ثم خرجت في إضراب، وكان الإضراب ناجح بشكل كبير. استدعاهم الحوثيين الفيديو الذي بث، يعني هذا فيديو كان بطريقة ذكية، وهي طريقة ذكية يعني قبل اتفقوا مع محمد علي الحوثي على مطالب، لكنهم تم الغدر بهم. طبعا على في 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 سبيل هذا الموضوع او في نفس السياق، ذكر في التسجيل قال اننا الان استدعينا من 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 مكتب المخابرات العامة والامن. طبعا هذا الموضوع لم يعلنه الحوثيين رسميا، ان مكتب الامن السياسي بصنعاء تم تغييره الى قسم. ما دلالت هذه النقطة؟ ايوه انا ساخبر بهذا الكلام. الحوثيين الآن غيروا مبنى الأمن السياسي أو مكتب الأمن السياسي إلى مسمى جديد اسمه المخابرات، يعني مكتب الأمن والمخابرات العامة. في الوعي لدى العرب بشكل عام، المخابرات هذه أجهزة قمعية، هو طبعا ومرتبطة برعب ومرتبطة يعني بصورة مرعبة لدى الشارع العربي والشارع اليمني بنفس الوقت. الحوثيين الآن يستنسخوا كما استنسخوا مثلا، أخذوا بعض الأشياء من إيران، أخذوا قسم الأمن والمخابرات من سوريا، وهو جهاز أمني قمعي ومرعب. يعني في سوريا عندما تلتقي بأي شخص تقول له جهاز المخابرات، كما كان كذلك في مصر أو في عدد من الدول، فمسمى المخابرات اسم مرعب لدى الناس. حتى الحوثيين الآن في كثير من الذين خرجوا من سجن الأمن السياسي يتحدثوا عن انتهاكات وفضائح وجرائم وعملية تعذيب ممنهجة لم يألفها اليمنيين ولم يسمعوا عنها من قبل، يعني وهي من أجل خلق نوع من الإرهاب لدى الناس. نعم، الفكرة أستاذ فهد أنه يعني أعطوا يعني نقابة شبكات الإنترنت أعطت مهلة للحوثي 4 أيام، وإلا ستنفذ إضراب جزئي. يعني إذا حدثت كل تلك البلبلة وتم اعتقالهم وهو مجرد تهديد، ماذا إذا كانوا فعلا دخلوا في حالة إضراب كلي؟ ما الذي يمكن أن في نقطة مهمة لابد نستوعبها جيدا، الحوثي لا يقبل بالمعارضة بمفهوم المعارضة. نعم. هو يترك هامش، ومسألة الإنترنت يستطيع أن يحسمها في يعني، وربما يدوس على كل هذه المظاهرات، لا يترعبه مظاهرات ولا مسيرات ولا هذه القضايا كلها قد انهكها. في مسألة الإنترنت هو ربما تقريبا يعني يحاول أن يظهر بأن هنالك معارضة، لأنه بالأول والأخير الحوثي ما يعني في كل فضاءات الدولة وفي كل الفضاءات المساحات الرأي قضى عليها تماما، يعني قضى على الصحف وقضى على المواقع وعطل وحارب الأحزاب وحارب كل شيء، عطل الحياة كلها. يعني سيأتي لعند نقابة الإنترنت ويخضع لها؟ لا أعتقد أنه الحوثي خضع لها بسبب ضغوط، ولكن هي محاولة، لأن الموضوع مترتب عليه. هل ستترك أثر هذه المحاولة؟ لا، الموضوع مترتب عليه مردود مالي، الموضوع مترتب عليه مردود مالي، والإضراب الذي نفذوه خلال الفترة الماضية يعني لاقى قبول كبير من قبل المجتمع أو من قبل هؤلاء بشكل كبير. فالموضوع مرتبط بالجانب مالي فقط، ليس من جانب حقوقي، ليس من جانب المعارضة. الحوثي لا يسمح لأحد أن يعارض في صفه أو يعترض عليه أو يخرج عن الطور الذي يرسمه بالضبط. نعم، إذا نسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ المهندس محمد المحيمين،
وهو مهندس اتصالات عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ محمد. فقدنا الاتصال، إذن سنحاول التواصل بك من جديد. أستاذ فهد، يعني برأيك ما هي خطورة إغلاق آخر منافذ الاتصال العالمي مع اليمنيين الواقعين تحت سلطة الميليشيا؟ الحوثي الآن انتقل، يعني انتقل الآن إلى تشكيل دولته التي يريد أن يفرزها للواقع بشكل جديد. الحوثي الآن استطاع أن يؤمن، يعني الآن استطاع أن يحيد على الأقل السعودية إلى 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 إسقاط مشروعه إلى شكل كبير، وانتقل من دائرة الدفاع إلى دائرة الهجوم. هذه النقطة مهمة. النقطة الثانية، الآن الحوثي يريد أن ينمط الطريقة التي يدير فيها البلاد، يعني لا يريد أن يسير على نفس الطريقة السابقة، ولا يريد أن يكون جزء من الفترة السابقة، أو يريد أن يعطي اليمنيين، طبعا لا يبالي بالطريقة التي يمارسها. مثلا على سبيل المثال اليوم خرج يعني التعميم المتعلق بقصات الشعر، يعني هذا يعني شيء جنوني وشيء. نعم، سنتحدث عن هذه النقطة، ولكن اسمح لنا أستاذ فهد. أعاد إلينا المهندس محمد المحيمين عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير مهندس محمد. مساء النور عليك أختي الكريم وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفك. أهلا بك باشمهندس. يعني ما الذي يعني من وجهة نظرك إجراءات التضييق الذي تمارسه ميليشيا الحوثي على ملاك الإنترنت بصنعاء؟ في الحقيقة أختي الكريمة، كما نعلم أنه في اليمن حصل ما يشبه سوق قز لبيع الإنترنت، وهي عبارة عن يعني شركات صغيرة أو مصغرة تشترك مباشرة بخطوط عامة من يمن نت، ثم تقوم بتوزيع الإنترنت على مشتركين أصغر سواء بالأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، فيربحون أرباح بسيطة، وفي المحصلة أيضا الأرباح جزء منها يذهب إلى شركة يمن نت التي تخضع لسيطرة الحوثيين بالكامل. الحوثي لا يريد لهؤلاء التجار الصغار الذين يبيعون الانترنت بالتجزئه، لا يريد ان يستفيدوا شيء، يريد كل الارباح تذهب مباشره الى الشركه الرئيسيه يمن نت او الشركات الاتصالات المباشره التي تخضع لسيطرته، وبالتالي يحارب ملاك هذه الشبكات الصغيره. هذا هي الفكره باختصار. يريد ان يحتكر بيع الانترنت بشكل مباشر، ويريد من جميع المشتركين ان يشتركوا مباشره عن طريق الشركات التي تخضع لهم مباشره، وبالتالي يحرم كثير من المستثمرين في هذا المجال من مصدر دخلهم ومن ارباحهم، والتي هي في الاصل صغيره مقارنه بما يجنيها الحوثيون من ارباح ويعني من سعر الاتصالات والانترنت. وهذا سبب هذه الحمله التي تسمها يعني وزاره الاتصالات الحوثيه على ملاك هذه الشبكات الصغيره. نعم، إذن من تصريحات وزير الاتصالات الحوثي أستاذ محمد حول تخفيض سرعة خدمة الإنترنت إلى الإجراءات الأخيرة بحق ملاك شبكات الحوثي شبكات الإنترنت، برأيك إلى ماذا يسعى الحوثيون بالضبط بمثل هذه الإجراءات؟ كما قلت لك، الهدف الرئيسي يعني توفير الموارد المالية حصرياً على جماعة الحوثي، ومنع أي طرف آخر ولو كان مواطنين عاديين من الانتفاع من الأرباح الصغيرة. أيضا يريدون أن يتحكموا بالإنترنت وبمصدر المعلومة، وربما أنهم يضيقون، يريدون تضييق الخناق على المستخدم من خلال حجز الشبكات في مناطق معينة، لأنه كثير من هذه الشبكات الصغيرة تغطي وتزود الإنترنت إلى مناطق لا تصلها الخدمة العامة، يعني على بعد مثلا 20 كيلو اذا الانترنت مثلا وصل الى منطقه في طرف صنعاء، ويمكن مثل هذه الشبكات ان تزود الى مناطق اخرى ابعد. فربما الحوثيين لا يريدون لاحد ان يشاركهم في ايصال الانترنت او هذه الخدمه الا الى الاماكن التي يرغبون فيها، بحيث يتحكمون في المناطق التي يصلون اليها. هناك اكثر من هدف مثل هذه العمليه، لكن انا في تقديري أن الهدف الرئيسي هو هدف اقتصادي بالدرجة الأولى، لأن ذلك تزامن مع رفع نسبة الاشتراك أو ثمن الاشتراك في الخدمة قبل عدة أسابيع إلى 130%، وبالتالي يتضح أن الهدف الرئيسي هو هدف اقتصادي
تريد جماعة الحوثي أن تكون الأرباح من الإنترنت مباشرة لها. نعم، دعني أسألك مهندس محمد، يعني أين ذهبت شركة عدن نت والتي أعلن عنها بأنها هي ستكون البديل لسيطرة الحوثي على على الإنترنت؟ في الحقيقة هذا سؤال جميل جدا، وليس فقط عدن نت. وزارة الاتصالات الشرعية هي وزارة معطلة لا تقوم بأي دور. كان يفترض أن يكون قطاع الاتصالات والإنترنت في كامل الجمهورية تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لكن للأسف الشديد وزارة الاتصالات الشرعية تركت الاتصالات بالكامل والإنترنت بالكامل حتى في المناطق المحررة تخضع لتحكم وسيطرة الحوثيين ماليا وإداريا وفنيا. على وسائل ذلك فإن عدن نت التي أنشئت في عدن وهي خارج سيطرة الحوثيين كان يراد لها أن تقدم خدمة الجيل الرابع وتغطي عدن وبقية المناطق المحررة، لكن بسبب الإدارة الفاشلة للوزارة وبسبب إهمال متعمد وفشل وفساد أيضا فإن هذه الشركة فشلت فشلا ذريعا ولا تغطي حتى اليوم سوى حي أو حيين من أحياء مدينة عدن بعدد المشتركين لا يتجاوز 3000 مشترك. نعم، اسمح لي فقط أن أتوقف عند عبارة أن هناك فشل متعمد في إدارة هذا الملف، لماذا برأيك؟ لماذا يتم إهمال مثل هذا الملف والذي يعد يعني ملف إرادي وسيعود بمردود جيد للحكومة؟ يعني الجميع يستغرب، ما سر هذا الإهمال؟ في الحقيقة لو أن أحدا زار مدينة عدن أو زار شركة عدن نت لوجد أنها شركة بلا موظفين. تخيلي أن وزير الاتصالات الشرعية هو من يدير الشركة بنفسه وهو من يبيع أجهزة المودم الخاصة بالشركة بنفسه وبالواسطة وبالقطارة حسب المزاج، لا يوجد موظفين يقومون بدور فني أو إداري في الشركة. أنا في تقديري أن هذا الإفشال المتعمد لعدن نت الهدف من خدمة شركات الاتصالات والإنترنت في صنعاء وبالتالي بقاء الإيرادات والأرباح والضرائب للحوثيين، لأنها لو نجحت شركة عدن نت في المناطق المحررة فإن ذلك سيقلل من اشتراك الناس في الشركات التي تسيطر عليها الحوثيين أو التي تخضع للحوثيين، وبالتالي يقلل الإيراد والأرباح عند الحوثيين، وبالتالي هي عملية فساد متبادلة للأسف الشديد. نعم، اسمح لي أن أتوقف معك عند هذه النقطة مهندس محمد، يعني أشرك فقط ضيفي هنا في الاستوديو وسأعود إليك عند هذه النقطة أستاذ فهد. يعني ربما نحن ناقشنا ملف النفط والفساد الحاصل ومدى يعني التبادل الذي يحدث بين أطراف الشرعية مع هوامير في الحوثي وجميعهم هوامير فساد، هل يظهر أيضا نفس هوامير الفساد في مجال الاتصالات كما سمعنا من المهندس؟ أنا لا أستبعد أن هنالك تخادم بين الحوثيين وبين يعني مجموعة داخل الشرعية. لماذا الحرب؟ يعني لماذا هذه الإشكالية إذا كان هناك اتفاقات من تحت الطاولة؟ هي ليست اتفاقات، لأجل ماذا؟ هي ليست اتفاقات، لكن هنالك من يستفيد من بقاء الفساد، مستفيدين في مصالح يعني الناس التجار الحروب كما يسمى، مصلحته أينما يرعى كما يقول مع الراعي وكل مع الذئب، يعني أو ينام مع الذئب، فيستفيد هنا ويستفيد هنا. لا أستبعد أن هنالك من يتخادم مع الحوثيين في هذه المسألة. يعني لا نعلق كل أخطائنا على التحالف، لكن التحالف مشارك بشكل كبير من أول الحرب إلى الآن، تعمد أن يكون هنالك فشل وأن يكون هنالك فساد ودعم الفساد. يعني ربما لو قناة بلقيس تحاول أن تفتح فقط ملف اللجنة الخاصة والفساد الذي داخل الجيش والفساد في مسألة المعونات التي كانت تأتي لليمن عبر مركز الملك سلمان أو عبر الوزراء أو عبر يعني ملفات مهولة لا يمر إلا عبر الفساد، يعني فساد ممنهج. السعودية تعمدت أو التحالف بشكل عام تعمد على أن يكون هناك فساد، عطلوا المطارات، عطلوا الموانع، عطلوا مؤسسات الدولة، كل مؤسسة ناجحة تريد أن تنجح داخل البلد ضربت، الشخصيات الوطنية ضربت، يعني كان في عملية استهداف مباشرة. يعني كل هذا الذي حصل في مجال الشرعية استفاد منه الحوثي بطريقة أو بأخرى، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يعني مثل هذه الآن مثلا، لماذا لا تقوم الآن مؤسسات اتصالات أو شركة جديدة في مارب؟ لماذا لا تقوم الآن مؤسسة في يعني في يعني في, 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 في
يعني عليها يعني لماذا لا يسمح للتجار؟ هنالك تجار قادرين يعني على ان يفتحوا مثل هذه الشركات او تفتح حتى الاكتتاب العام للمواطنين، سيساهم الجميع لانها مشروع وطني ومشروع كبير وسينجح، لكن لماذا لا يسمح لمثل هذه الشركات؟ يعني في تعطيل واضح الشرعية، لا أقول انبطحت ولكن تنمي مثل هذا الفساد جزء كبير، أصبحت أغلب الفاسدين كلهم داخلها. الذي ما استطاع أن يمارس الفساد عند الحوثي يأتي ليمارس الفساد عند الشرعية، وعندما يمتلئ يستطيع أن يعود إلى الطرف الآخر وهكذا. يعني نحن لا نتكلم الآن عن دولة أخرى، نحن نعرف هذه التفاصيل كامل يعني. فالفساد مدعوم بشكل كبير ومحمي، لم يقدم يعني فاسد واحد منذ طلع عبد الرب منصور هادي إلى الآن. يعني استذكر كلمة مقولة قالها يعني الأستاذ عبد السالم، قال لا يوجد رئيس دولة في العالم كله لم يعني إلا ومارس السجن والإفراج إلا الرئيس هادي، لا قدم يعني حتى الذي أحالهم للتحقيق حبر على ورق، لم يقدم فاسدا، لم يحاكم أحد. يعني يطلع الوزير ويمارس كل الجرائم والأفعال ويخرج ويمارس، بل بعضهم الآن يعني أغلب قيادة الانتقالية مثلا الذين حاربوا الدولة الآن كانوا جزء يعتاش عليهم. أستاذ فهد سأعود إليك، ولكن بعد أن أعود لي ضيفي عبر الهاتف مهندس محمد، يعني العالم أصبح يتحدث عن الجيل الرابع والخامس وأجيال متلاحقة، فيما اليمن لا زالت ربما في الجيل الثالث ويتم تبطيء سرعة النت بطريقة قاتلة. الجميع مستاء من هذه الخدمة في ظل التسارع التكنولوجي في الدول الأخرى. ما هو سبب هذا التباطؤ؟ لما لا يتم يعني سرد أجيال جديدة يعني تواكب الحدث وتواكب التطور؟ أستاذ محمد، في البداية دعني أعقب على ما سمعت. في الحقيقة يجب أن لا نلوم أحد قبل أن نلوم أنفسنا. الفساد الموجود في الشرعية هو فساد ذاتي، وأنا مطلع على كثير من الملفات حقيقة أنه يعني الخلل فينا. قبل أن نلوم الآخرين يجب أن نصحح ذاتنا، ويجب أن نفتح صفحة جديدة لمحاربة الفساد، هذا من حيث المبدأ. الشيء الثاني بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة، كما قلت أنت فعلا العالم في الجيل الخامس، والآن بدأوا حتى يدرسوا الجيل السادس. بالنسبة لليمن لازمنا في الجيل الثاني والثالث. أنا في تقديري أن الحرب أثرت جدا على قطاع الاتصالات، لا يوجد أي تطوير للبنية التحتية في جميع الشركات، وحتى قطاع الاستثمار لم يتم فتحه في المناطق المحررة. عدن مصر تم إفشالها بشكل متعمد، وحتى الأجهزة المستخدمة فيها حسب معلوماتي تم جلب أجهزة، بقايا أجهزة من شركة اتصالات إماراتية قد استهلكت واستنفذت، يعني أجهزة مستخدمة. فهناك فساد في الشرعية هو جزء من مشكلة الاتصالات. أما الحوثي فليس بعد انقلابه من جريمة، وليس بعد من تدميره للبلد من كفر. فالجميع مشترك في تدمير البلد وفي تدمير قطاع الاتصالات بشكل خاص. نعم، إذا شكرا جزيلا لك باشمهندس محمد المحامي مهندس الاتصالات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ فهد. أستاذ فهد، يعني أصبحت العديد من الأجهزة والأفكار ويعني ربما الظواهر التي يستخدمها الحوثي لتمرير أدوات سياسية قمعية له، كيف يمكن يعني تجاوز هذه النقطة؟ الحوثي الآن يتخوف بشكل كبير من أي انقلاب، هو يشعر الآن أنه ممكن أن يتم الانقلاب عليه في أي لحظة، يتخوف من أي خروج. تجربة العراق الأخيرة حاضرة في ذهنه، تجربة لبنان حاضرة في ذهنه، على الأقل هذه في المناطق الشيعية التي يسيطر عليها الفصائل الشيعية بشكل كبير. هذا التضييق الكبير هو خنق الناس، جعلهم يعني إشغالهم بحياتهم بالقضايا المتعلقة فيهم، عزلهم عن المحيط بهم سواء داخل اليمن أو خارجيا، جعلهم ينشغلون في أنفسهم. عندما يصل إلى هذا المستوى ويضمن أن الناس قد انفصلوا قد تعبوا كثير، يعني عندما الآن تشتري النت بأسعار عالية ولا تستطيع أن تحصل على أي فائدة منها، سترهق، ما تستطيع أن تواصل، تترك هذا النت وتنشغل بجوانب أخرى. بنفس الوقت عندما يضيق على الشركات التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة وتحدث عنها الأستاذ محمد،
إذا هنا يعني في هذه الحالة يريد أن يعني يسيطر على الفضاء العام بالكامل، لا يكون هنالك إلا صوت واحد يعني عبر الإذاعات. هل تعلم الآن ما يقارب أكثر من 15 إذاعة يسيطر عليها الحوثيين وتبث ليلا ونهارا، سواء التي سيطروا عليها أو التي أسسوها بشكل كبير؟ الإذاعات متوفرة بشكل كبير، القنوات الرسمية عندهم موجودة وأسست قنوات جديدة، الصحف لا زالت صحف تتوالد كثير كلها تابعة للحوثيين فقط، لا يوجد أي صحيفة أخرى، المواقع الإلكترونية نفس الكلام. إذن يريد الفضاء الواحد ويريد صوت واحد فقط يسيطر على هذه المناطق ويفرض عليها عزلة كاملة، وعلى ضوءها استطيع بعدين أن يبث مشروعه وأن يوصل إلى نهاية الطريق. خطورة هذا الأمر أنه يعني الناس الآن عندما يتعودوا على الحوثي يصدر قرارات، ومثلا الآن قضية الحلاقة، هذه الحلاقة هذه مستفزة للشارع اليمني كله، لكن هي بقدر ما هي يعني تعطي انطباع سيء من قبل الشارع اليمني للحوثيين، إلا أنها تعطي بالنسبة له تعطي له جانب إيجابي، أن الناس تبدأ تلتزم بقوانينه حتى ولو كانت خاطئة. الحوثي يتعمد مثل هذه القرارات، وهذه القرارات لها تأثير، نعم، خاصة أنه نحن كل فترة نسمع بقرار جديد بفكرة جديدة، يعني من الأشياء التي ما يعني كان يستطيع أن يتخيلها الإنسان. نعم، الاختلاط في الكافيهات، البوالط والربطات، الشعر الحوثي، الشباب. نعم نعم، يعني الحوثي الآن عندما ضمن أو عندما أمن أنه مثل هذه القرارات لا يمكن أن تخرجه أو أن تحرقه لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا، يمارس مثل هذه الأشياء التي تلزم الناس وتجعلهم كلهم يلتزمون بهذا السياق العام الذي يفرضه هو، هنا يستطيع بالتدريج أن يسيطر على الناس بحيث فيما بعد سيصدر أي قرار يعني ربما بكلمتين على أي على قناة المسيرة ويلتزم الناس جميعا، لأنهم قد تعودوا إذا يعني على هذه القرارات المجنونة أو الجنونية أو القرارات غير المعقولة، فهو يتعمد مثل هذا الأمر. يعني إذا مرت مثل هذه التعميمات ومثل هذه القرارات وهي قد مرت كثيرا، يعني الغرض منها السيطرة على الناس وهو سائر في هذا الخط. السعودية الآن تخلت تماما ولم تعد قادرة على إسقاط الحوثيين، الشرعية الآن محاصرة في الرياض، الآن الشرعية انتقلت من طور يعني الإسقاط الإنقلاب إلى طور أن تتخلص أو تنتزع يعني أن تنتزع قرارها بنفسها أو قرارها السياسي، وهو الآن معطل عند التحالف. استفرد الحوثيين بالأمر، هو يمارس مثل هذه الجرائم ويمارس مثل هذا الأمر ويثبت سلطته ويثبت دولته، والعالم ليس عليه مشكلة. يعني الحوثي الآن سائر يعني، وهو رجل أو الحوثي شخصية مخلصة لتأريخه ويعود إلى تأريخه ويأنس به كثير، يعني تأريخ الإمامة الطويل بالتخلف والعودة إلى الماضي بكل التفاصيل. الجانب المهم أن العالم كله، الولايات المتحدة الأمريكية ضمنت وجربت الحوثي واختبرته طويلا بأنه لا يتعرض لمصالحها مطلقا. الحوثي ظاهرة صوتية فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية، الموت لأمريكا، لكنه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مصانة، لا نستبعد أنه قد دخل معها في اتفاقات وممكن يمرر لها ويحفظ لها كل المصالح. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عندها الحوثي أفضل من الشرعية، أفضل يعني أي تنظيم أو أي تيار أو أي جماعة ستنفذ يعني مصالحها ستتعامل معها. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرت للحوثيين حماية. يعني أنت الآن مثلا، إحنا بمنطقنا، بمنطق أي شخص إذا أتيت بجرائم داعش وجرائم الحوثيين وقارنتها، ستجد أن الحوثيين أشد توحشا وأشد جرائم من الحوثيين. ما هو الفارق؟ الفارق أن هذا يهدد مصالح أمريكا وهذا يهدد مصالح أمريكا فقط. ما هو الآن الفارق بين يعني الحوثيين والقاعدة؟ كم قتلت القاعدة من اليمنيين وكم قتلت القاعدة يعني وكم قتل الحوثيين من اليمنيين؟ كم فعلت القاعدة من سجون ومن تعذيب ومن إهانات ومن إرهاب ومن قتل ومن تشريد؟ كم زرعت القاعدة من ألغام في اليمن؟ كم قتل الناس يعني بسبب الألغام؟ ولا شيء. لكن كم يعني بالنسبة للألغام، كم قتل الذي زرعها الحوثي؟ آلاف يعني مؤلفة من الألغام. كم قتلوا من الأمريكيين؟ لا شيء. كم هددوا؟ يعني ظاهرة صوتية ولا شيء. الولايات المتحدة الأمريكية ليست بنت عم هادي، ولا يعني هي من سيحقق مصالحها غير المشروعة. في نقطة مهمة لابد نستوعبها، يعني أمريكا معها مصالح في كل دول العالم، لكن هنالك مصالح مشروعة وهنالك مصالح غير مشروعة. لا. في اليمن مصالحها غير المشروعة لن يحققها إلا الحوثي، ولذلك ستحافظ عليه حتى آخر لحظة. نعم، إذا نسمح لي أستاذ فهد أن ينضم معنا الإعلامي الأستاذ عبد الله الحرازي عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير عليكم وعلى ضيفكم الكريم ومشاهدي قناة بلقيس.
اهلا بك استاذ عبد الله. انت كنت من اكثر المتابعين وما زلت لاضراب شبكات الانترنت والمهتمين بهذا الحدث، وربما كتبت الكثير من المنشورات حول هذا الامر. كيف وجدت هذه الحركه في داخل العاصمه المحكومه من قبل ميليشيا، يعني سلطه غاشمه لم تترك شيء من سبل التضييق على اليمنيين؟ حقيقة أنا أتابع هذه الحلقة الضافية من برنامجكم الرائد في طرح القضايا والاهتمام بهموم الشارع اليمني المتروك الآن كما تفضلتم لعربدة سلطة الكهنوت الميليشياوية الحوثية، وقد طرحتم كثير من النقاط ووفقتم في طرحها سواء فيما يخص الجشع المتنامي لهذه الميليشيا في إذلال الناس والسطو على كل المقدرات المالية للمجتمع وإذلاله بالمعنى الحربي للكلمة، ترويضه أيضا لسلطتها. لكن يعني نحن كيمنيين شردتنا هذه الميليشيا وهذه العصابات الإجرامية، نرقب من الخارج بأسى شديد وبقلوب تذوب حسرة على حال المواطن اليمني في الداخل الذي يتعرض للخذلان من حكومته الشرعية التي طالما كان وفيا لها ومؤازرا لها حتى رمقه الأخير، وكذلك من التحالف الغادر الذي تدخل لخديعته و لإجباره على الخضوع لهذه الميليشيا التي ما كان ليخضع لها لولا الكثير من القيد الإقليمي. حقيقة ما يحدث في صنعاء كما تفضلتم وفي مناطق أخرى قطع عليها الميليشيات الهاشمية الحوثية أمر فاق المعقول بكثير، لكن ثمة بارقة أمل، يعني لكل موجة انحسار ولكل ظلم نهاية في نواميس الكون كلها، مهما حاولوا ان يعزلوا المتابع اليمني عن المشاهد الاقليميه التي تعصف بكثير من الانظمه القمعيه اليوم، الا ان الظلم في حد ذاته هو من يصنع الثورات وهو من يصنع الرفض. الكرامه لا يتعرف عليها الانسان عبر النت ولا عبر وسائل الاعلام، الكرامه هي فطرة وغريزة إنسان يستودعها الله في هذا الإنسان. البارقة الأمل الوحيدة التي لاحت في هذا الأفق هي بداية تململ الناس واعتمادهم على أنفسهم، غفل أيديهم من هذا التحالف الغادر ومن هذه الحكومة الميتة المنعدمة لكل ذرة مسؤولية وإحساس تجاه ما يعانيه مواطنيها في الداخل، وبدأ يبحث في ممكناته. وكان من ذلك أن ما قام به الشباب ملاك شبكات إعادة توزيع الإنترنت من إضراب، تمكنوا من خلاله من إجبار الميليشيا على الجلوس معهم، أوقفوا شبكتهم وتم انتقل الناس بحثا عن خدمة الإنترنت إلى استخدام خدمة 3G التي لا تحتمل كل هذا الضغط، وبالتالي بانت سوءة وعورة هذه الميليشيا الإجرامية الكهنوتية التي يعني استنزفت كل مؤسسات الدولة وأنهكتها ودمرتها وخربت الحياة بكل سياساتها. نعم أستاذ عبد الله، أيضا لاحظنا من خلال حديث رئيس نقابة شبكات الإنترنت في الفيديو الذي تم نشره أنه استدعي أكثر من مرة من قبل المخابرات أحد وصفه. نعم. هل أصبحت هذه الأجهزة أي رفض؟ هنالك حساسية عالية، هنالك كما تفضل الأستاذ فهد توجس من قبل الميليشيا من كل دار، كل يمني هو خصم وعدو محتمل دائما الرعب للميليشيا. فبالتالي كان أن تحرك حتى محمد علي الحوثي كبير الميليشياويين في صنعاء بنفسه للجلوس مع هذين الشابين، وبالتالي هذا يعطينا مؤشر وهو عملية قصف نبض حقيقية لممكنات اليمنيين. الحوثيون ظاهرة صوتية، مهما على صوتهم وقمعهم هم في الأخير حفنة وشرذمة وقلة، هم في الأخير
يعتمدون على كم اليمنيين بيمنيين آخرين. لاحظنا بالأمس حتى حوثيين من الشباب بملاك هذه الشبكات من الفئة الهاشمية أيضا يجأرون بالشكوى. إذن هنالك تغيير في المعادلة، وإن لم يلحظه أحد إلا أنني وكل آخرين نعتمد على أن هذا الشعب سيجد طريقه للمقاومة ولمواجهة هذه الميليشيا، سيدفع ثمنا كبيرا بلا شك. هؤلاء الشباب لن ينتهي الأمر معهم عند هذا الحد. تم إطلاق سراحهم اليوم نعم، لكن لم يتوقف ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد. إذن على المجتمع مؤازرتهم من الفئات الأخرى من العمال ومن الموظفين الذين قبلوا أن يعملوا العام الرابع بالسخرة، قبلوا أن يعملوا بدون راتب خوفا على الوظيفة التي يتم إحلال الميليشياويين. الميليشيا الحوثية استحدثت جهاز دولة موازي تدفع للموظفيها الهاشميين المنتمين للميليشيا رواتب منتظمة، بينما اليمني القحطاني يعني غير المنتمي لهذه الميليشيا العصابية يعمل مجانا. هؤلاء يجب أن يتحركوا، ويعرف الجميع ويعرف المجتمع أن تآزره هو الطريق الوحيد للخلاص. الجزارين قبل ذلك قاموا بالإضراب، أمهات المختطفين نفذت يعني احتجاجات عديدة وأحرجتهم أمام العالم، كذلك الصيادلة والإجراءات التي طاروها لم يكتفوا بنهب رواتب الناس ولا بقتلهم وسحرهم ولا بإحلال وطردهم وفصلهم من وظائفهم ولا يعني فرض الإتاوات على القطاع الخاص والمشاريع الصغرى. نعم، برأيك بكل هذه الإجراءات أستاذ عبد الله؟ اسمحي لي، حتى الحمالين قاسموهم، حتى العربيات التي يحملوا فيها هؤلاء الحمالين قاموا بترقيمها وفرض الإتاوات عليهم. على أساس المجتمع إلى نقطة معينة يصعب أو يستحيل الاستمرار بعدها، لكن يجب أن يعرف المجتمع أن الحل الوحيد هو تآزره، هو أن يغسل يده من كل الآمال الأخرى، ويعرف أن هذه الفئة ضعيفة، وأن هذه الميليشيا مهما على صوت رصاصها هي أضعف وأهون وأخوف مما يتخيلون. هؤلاء لصوص، واللصوص لهم قلوب من الأطفال تنخلع كما قال الشاعر. نعم، برأيك أستاذ عبد الله، يعني هل تهدف الميليشيا بهذا الشكل إلى عزل اليمنيين عن محيطهم وعن العالم فعلا من خلال هذا الإجراء بالذات؟ حقيقة أن هذا عملية العزل وعملية أحادية الوعي وعملية قصر الناس على حضور المحاضرات السخيفة للملازم الأسخف التي كتبها الهالك حسين الحوثي، والإذاعات كما تفضل الأخ فهد التي تعمل على مدار الساعة، وكل وسائل إعلامهم التي شغلوها أساسا من منهوباتهم من المؤسسات الأخرى، كل ذلك يعني وكل هذا الضخ وكل هذا المجهود خلال 5 سنوات يستطيع أن يطيش به يعني عمل واحد بسيط مثل من أعمال التوعية. لم يستطيعوا أن يقنعوا الناس، يعني فرضوا في المدارس، فرضوا، هم يعرفون أن لا أمل لهم ولا بقاء، وأن هذا المجتمع رافض لهم بكل مستوياته، وأن اليمنيون فقط من المرونة بحيث حاولوا قدر المستطاع أن ينحنوا للعاصفة حتى تمر، لكنهم لديهم هدف آخر وهو هدف الجباية. هؤلاء لا يشبعون ولا يقنعون، هؤلاء فقرهم بين أعينهم، بنو هاشم فقرهم بين أعينهم، لو ملكوا الدنيا لطالبوا كذلك يعني بالآخرة، لو ملكوا ألف وادي لا يعني تمنوا وديان الدنيا كلها بعدها. إضافة إلى أنهم يسعون إلى احتكار الثروة، احتكار كل قرش لدى اليمنيين. يا سيدتي الكريمة، يعني بعد أن قاموا بكل ما قاموا به من يعني
نهب الرواتب ومن فصل الموظفين ومن مقاسمة الناس في أرزاقهم ومن فرض الإتاوات بكل وقاحة. الآن يطالبون الناس بإخراج ما لديهم من أموال بدعوى العملة الجديدة والتي لا أحد يعرف أين يكدسونها، لم يتم إحراقها، لم يتم إتلافها، لم يتم إبراز أنهم فعلا يكرهونها. هم يقوموا بجمع أموال الناس وبالتالي مبادرتها عبر قنوات الفساد التي تتجاوز خطوط الصراع. نعم. إذن للأسف الشديد تم إيقاف كل الجبهات ضد الحوثي وتفريغه لطمع المجتمع بالداخل. هذه أيضا مسؤولية تتحملها السلطة الشرعية. نعم، بطبيعة الحال كل إشكالية تظهر لها أبعادها أستاذ عبد الله، فعلا يعني ليست فقط إشكالية منحصرة بظاهرة معينة ولكن لديها أبعادها في الداخل والخارج. الإعلامي عبد الله الحرازي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من أمستردام. عودة إليك أستاذ فهد. عند نقطة هدف الميليشيا إلى عزل اليمنيين، هناك من يقرأ أيضا الصورة بطريقة أخرى، أن الإنترنت هو أحد وسائل يعني إظهار ما تقوم به ميليشيا الحوثي من انتهاكات، من يعني أساليب تضييق على اليمنيين، من العديد من التجاوزات والاختطافات والقتل خارج إطار القانون، فبالتالي تحاول الميليشيا من حد يعني وصول اليمنيين لهذه. صحيح، هذه نقطة مهمة، يعني هم يحاولون أن يعزلوا اليمنيين، أن يبعدوا أي شيء يحرك الشارع أو يؤثر على المستمعين. في نقطة هنا مهمة في هذه النقطة أو تلحق بها، الحوثيين في هذه الأثناء يعني النقطة الفراغ الحاصل عند الشرعية أنه كل هذا الاحتقان الموجود الشعبي داخل المجتمع اليمني على ما يمارسه الحوثيين، لا يوجد من يراكمه، لا توجد جهة تراكمه. على سبيل المثال عندما دخل الحوثيين صنعاء، كان هنالك يعني كان الحوثيين بذاتهم أو كان الحراك اللي شكل الحوثيين وعلي عبد الله صالح والفترة في تلك الفترة كانوا يراكموا أخطاء حكومة الوفاق واستفادوا منها. يعني اللي حصل الآن إنه ما فيش وعاء يستوعب كل هذا الاحتقال اليمني ويوظفه بشكل جيد من أجل إسقاط الحوثيين، وهذا هو الخطر، وهذا هو الذي يعني التحالف تحديدا خدم الشرع، يعني خدم الحوثي في هذه النقطة أنه أفرغ الشرعية من مضمونها. يعني لا يوجد الآن لا أي تيار ولا الشرعية بذاتها تستطيع الآن أن تحتوي كل هذه المظالم وتحتوي كل هذه الأخطاء وتحتوي كلها في إطار واحد ثم توظفها لإسقاط هذا المشروع. يعني الحوثي الآن يمارس هذا الفضاء وهذه الحرية، يعني ويمارس هذا الجرم وهذا الإجرام وهذا التصرفات بسبب يعني أنها تصبح أعمال فردية، يعني لا يتم تراكمها. كم عدد من الجرائم التي يعني كانت جريمة، يعني واحدة من الجرائم التي يمارسها الحوثي تكفي لقيام عليه الثورة وتقتلع من يعني إلى مرة، لكن بسبب أنه لا يوجد يعني شرعية تستطيع أن تجمع مثل هذه الأخطاء أو تراكم مثل هذا لدى الناس ويعني وتستفيد منها بشكل إيجابي. وهذه واحدة من النقاط مع الأسف الشديد الذي ساهم بها التحالف، عرف هذا الكلام أو لم يعرف، هو شريك أساسي فيما يمارسه الحوثي اليوم بإضعاف الشرعية وبإضعاف كل الفصائل المناوئة للشرعية وإضعاف الجيش وتقوية الحوثي، بحيث أنه لم يسقطه وتحول الحوثي اليوم من جماعة ميليشاوية إلى أمر واقع يعني كما مشاهد الآن. نعم، إذا أستاذ فهد، يعني هذه الإجراءات برأيك ألا تنسف كل الأفكار التي يسوقها البعض من أن الحوثيين مؤهلين سياسيا لانخراطهم في عملية سلام قادمة؟ يعني مسألة عملية السلام عند الحوثي، الحوثي له تعريف، يعني تعريف واضح لمسألة عملية السلام. يعني ما يحتاج واحد أنه يقرأ ما وراء الأخبار ويقرأ ما بين السطور ويأخذ كلمة من هنا، الحوثي واضح في هذه المسألة. يعني تجارب كثيرة، قصص كثيرة، مشاهد كثيرة، الحوثي أوضح يعني تيار داخل اليمن في مسألة نظرته يعني لكثير من القضايا. واضح في مسألة ما هو السلام الذي يقصده، ما هي الدولة التي يريد أن يشكلها، ما هو تعامله لمسألة يعني الأحزاب، كل شيء، ونظرته للحياة، نظرته للإنسان اليمني، نظرته للمال، نظرته لكل شيء أوضح واحد هو الحوثي. لكن كما قلت لك الآن، رغم هذا الوضوح ورغم هذه الأخطاء ورغم هذه الجنايات ورغم هذه الانتهاكات ورغم هذه الجرائم،
لا يوجد هنالك يعني حتى الآن مثلا على داخل الشرعية ما استطاعت أن تقدم يعني حتى هذه الجرائم أمام المجتمع الدولي بشكل جيد. يعني يحصل يعني هنالك أشياء لو نذكرها سيصاب الناس بالإحباط داخل الشرعية وإلى أين وصلت. نعم إذن شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي فهد سلطان، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه. We'll be right back.